شديده. الماتش عنيف جدا، الماتش راقي جدا، ملاعب فرقه نادي الكلال نادي محترم، مستوى راقي من اللعيبه ومن الاداء. تساعدوا هم الطيم الاولاني بامانه، كانوا في انتشار وفي تحركات وفي يعني بامانه اداء جيد جدا بالنسبه لهم. قدروا في خلال الطيم الثاني بدايته جابوا جون 1-0 بفضل ربنا، برضه كان في تكاتف وكان في روح من لاعبتنا، وادينا الطيم الثاني بشكل ارقى وادق واحسن من الطيم الاولاني. العين هم جابوا جون واحنا في المقابل عملنا جمله جميله جدا من اتجاه ناحيه الشمال، وكلها بان جت هدف وضيعنا اكثر من كان فرصه. حتى في عز الطرد انا برضه محافظ الى حد ما على النتيجه، لان انا ما اقدرش افرط مع تيم عالي بهذا المستوى وهذا الاداء. احنا كل ماتش زي ما انت شايف كده نبقى كسبانين وبتاع، وتلاقي طرد وطرد بدري قوي. يعني في مثلا في كره اخطر من ديان في الطايم الاولاني اللي هو كانت بتاعه بغدادي، اللي داخل رافع رجله والراجل عنده انذار ما ادوش انذار في دي، واحنا كره مشتركه عاديه جدا، ببص لقيت انذار تاني في كارت وانت كسبان، وده نتيجه اللي انت جبت الجون، فالحكم يعني سهل ان يدي اي حاجه. احنا بامانه بنعاني بقالنا فتره من التحكيم، بنعاني يعني. ماتش السويس الكره ما دخلتش حسب جون، ضربتين جزاء واحده فيهم صحيحه واحده مش صحيحه. الماتش اللي عندنا بسوير كسبانين 2-0، الراجل رايح بانفراد ضرب جزاء الحكم ما حسبهاش عشان كسبانين 2-0، الكره ما بتحسبش كده. فدي ما دي اللي عامله لنا مشاكل لحد دلوقتي. كم حاله طرد حصلت في خلال؟ لا 10 حالات طرد من بدايه الدور الثاني، من بدايه الموسم، من بدايه الموسم. وخاصه ما نكون كسبانين. هل تقدمت يعني، هل تقدمتم بشكاوات للجنه؟ عملنا لجنه الحكام ولمجلس اداره الاتحاد واللي بتدير المسابقه ولجنه الحكام، عملنا ولجنه الردود ايه يا فندم اللي كان ولا اي حاجه، حد بيرد علينا بحاجه. طب الخطوات التصعيديه من... الخطوات التصعيديه اللي انتوا بتعملوها بخصوص الموضوع، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ده الله ودي حكمته اللي احنا بنعمله، وما بلاقيش رد، لا بنلاقي اللي في تعنت اكتر يعني. فريق قناه هينهي الصفحه النهارده الخاصه بماتش بورفؤاد، قدامكم ماتش قادم، ناويين تعملوا فيه ايه او الخطوات اللي طبعا دلوقتي. كل ماتش احنا بنلعب ماتشاتنا على 3 بونت، الماتشات اللي جايه كلها بنلعب كل ماتش ب 3 بونت، واحنا جايين النهارده نكسب مش جايين نتعادل. يعني احنا المتعادلين وبره ملعبنا احنا المتقدمين، بس مش فرحانين بالتعادل، احنا بنلعب على مكسب يعني، مش مبسوطين بيه.